السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، افكار جديده اختي بحال ديما، ودائما في اطار الوصفات الرمضانيه. فيديو غيكون متنوع فيه هكا افكار اللي كنتمنى انكم تستافدوا منها تجربوها اختي، وهكا تسهل عليكم التحضيرات ديال الطاوله الرمضانيه ولا الطبله ديالنا ديال الفطور اختي. فالمهم غادي نحاول نشارك معكم فطورنا اليوم هكا وصفات اللي هي متنوعه، ودائما كنحاول ان وصفات تكون بسيطه وتكون هكا افكار اللي هي متنوعه باش هكا نستافدوا مع بعضياتنا. فغادي ندوز مباشره، غادي نبدا معكم ان شاء الله في الاطباق اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى وصفاتي تنال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش اختي من لايك بارطاج، والناس اللي باقيين ما مشتركينش معايا في القناه غنقول لكم اشتركوا معايا، ما بقى لنا والو ان شاء الله ونكملوا 100,000 مشترك. ما كنطلبهاش منكم ديما، كنتمنى ان شاء الله انكم توصلوني ل 100,000 مشترك. وهنا مباشره غادي ندوز نبدا معكم بالتحليه ديالنا اليوم اللي غتكون هي فلون طبقات. فاول حاجه غادي نحتاج واحد الكاس ديال السكر باش غادي نصاوبوا الكراميل. غير هو البنات انا ما غنجيش نخوي السكر كامل مره واحده، حيت كاين بعض الاخوات الا داروها الطريقه كيتحجر لهم. انا غنعطيكم طريقه مبسطه باش كلشي اختي يسهل عليكم وتجربوا الوصفات. اول حاجه كناخذ هكا واحد المقيله، من الاحسن تكون هكا شي مقيله اللي ما كتلصقش، وغنديرها فوق البوطه باش تسخن. صافي البنات، من بعد ما سخنات هكا المقله كنبدا ندير السكر بشويه بشويه. انا هاد الكاس ديال السكر غادي نفرقو على ثلاثه. المهم انا راه نقدر نديرو كامل وكينجح معايا الكراميل، انا غير حاولت نعطي هاد الطريقه للبنات اللي كيتبعوني كيقولوا لي حنا مبتدئات باش ينجح معاكم. وكندير هكا واحد الرشيشه ديال الملحه باش ما كيجيناش هاد الكراميل المذاق ديالو مجهد بزاف. طبيعه الحال الكراميل البنات كنطيبو على عافيه اللي تكون هكا شويه ناقصه باش ما يتحرقش لينا. غادي نخلي حتى يذوب هذا ونرجع معكم. غير هو البنات ما كنحركوش بالمعلقه، انا غنشارك معكم الطريقه. صافي ها نتوما البنات كيبان لينا الكراميل ديالنا بدا كيذوب، كنحرك هكا غير بالمقله باش كنرجع ديك السنيده اللي كتكون باقا هكا ما دابش كتلاح ليا على سنيده على الكراميل اللي داب. ها نتوما دابا غادي نزيد عاوتاني باش ما كتحرقش لينا. صافي ها نتوما قالينا دابا هاد الجزء هذا حتى يذوب عاوتاني هذا، ونزيد هاد الكميه هادي. ها نتوما مباشره دابت لنا الكميه الاخرى ديال السكر، كنحرك غير بالمقله وغنزيد الكميه اللي بقات ليا. ودائما ديروا بالكم البنات راه الكراميل كيكون سخون بزاف، كذوب لنا ديك سنيده وكتبقى لنا هكا غير شي حاجه قليله عاد كنقدروا اننا نحركوه بالمعلقه باش ما كيتحجرش لينا. دابا كنحركوه هكا بواحد المعلقه خشبيه وكنبقى نحرك فيه مزيان حتى كنتاكد ان السنيده اللي عندي فيه دابت كامله. البنات ها نتوما الكراميل ديالنا ها هو وجد، يعني حتى كنتاكدوا ان السنيده ديالنا دابت كامله بهذا الشكل هذا. وانا خديت هاد المول هذا ديال الكرانيت، هو فاش غندير ان شاء الله الفلون ديالنا، وكنخويو هكا الكراميل في القاع ديال المول. غير هو البنات عافاكم ردوا بالكم مع الكراميل راه درجه الحراره فيه كتكون مرتفعه بزاف. صافي خويتو كامل هكا، كنحاول نديرو غير هذا الشكل هذا غير باش كنهبطو هكا في المول، واخا هو راه غير تيبدا يجمد عادي البنات ماشي مشكل. المهم وجدنا الطبقه الاولى هكا ديال الكراميل، غادي نخليها على جنب وغادي ندوزو نوجدو الطبقه الثانيه. دابا غادي ندوزو باش نوجدو الطبقه الثانيه اللي غتكون البنات هي فلون بالمذاق ديال الكراميل. غادي ناخذ واحد الصفايه، من الاحسن البنات هاد لي ساشي ديال الفلون غربلوهم باش ما كيتكوروش ليكم في الحليب. وغادي نزيد معاها واحد الساشي ديال هاد الفلون، هذا فلون عادي. ملي كنخلطوهم البنات هكا بجوج مع بعضياتهم كيعطيونا واحد المذاق زوين. صافي غادي نغربلهم انا باش كنتاكد انهم كيتحلوا هكا كاملين مزيان. نتوما هاد السكر ديالهم ما نضيعوش، غادي نرش غير كنخاف هكا يكون محجر ويتكور لينا في الحليب. غادي ندير السكر، غادي ندير قياس هكا غير ديال واحد المعلقه ونص، انا ما بغيتوش يجي حلو عاوتاني بزاف. غادي نزيد نسيطرو ديال الحليب
وغادي نزيد البنات واحد نص كاس ديال الكريمه. الكريمه البنات كتبقى اختياريه، كتقدروا تزيدوها كتقدروا تستغناو عليها، غير هي البنات كتعطينا واحد الفلون كريمي وكيجي المذاق ديالو زوين اكثر من انكم ديروه غير الحليب. صافي، وغادي نرجع المكونات ديالي فوق البوطه حتى كتطلع فيهم الغليه مزيان ان شاء الله ونكمل. البنات كنبقى هكا مقابله فوق البوطه، كنحركو هكا شويه حتى كطلع فيه الغليه، حتى كيبان ليا الفلون ديالي بدا كيغلي. هانتوما كنتمنى انه يكون واضح ليكم انه راه تيبدا كيغلي، عاد كنحيدو صافي ومباشره كنخويه فوق الكراميل في المول. هانتوما البنات غادي نخويه هكا في المول، كنخويه غير بشويه بشويه. غادي تبقاو تسمعوا الكراميل ديالكم كيطرطق. هانتوما كنتمنى ان الصوت يكون واضح لكم، عادي البنات ما تخافوش منه، هي الكراميل كيبقى يطرطق لينا. صافي هانتوما قديت الطبقه الاولى، غادي نخليها على جنب حتى كتنزل منها السخونيه حتى كيدفى، عاد كندخلو للثلاجه يقبط لينا شويه راسو وغنصاوبو ان شاء الله الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي تكون بفلون بالمذاق ديال الشوكولا، غادي ندير ساشي ديال الفلون هذا اللي بالمذاق ديال الشكلاط مع ساشي واحد هذا الفلون العادي الزرق اللي وريتكم نيت في الاول، وغادي نزيد ساشي ديال الكاكاو باش كنركز المذاق ديال الشكلاط. بهذه الطريقه البنات كيجيكم الفلون فيه المذاق ديال الشكلاط غالب وكيعطي واحد لوغو اللي هو زوين بزاف، غير جربوا اختي هذه الطريقه غادي تعجبكم. غادي نزيد السكر، دائما انا كنديرها كقياس ديال واحد المعلقه ونص تقريبا ديال السكر، والحليب بطبيعه الحال نص سيترو ديال الحليب. انا البنات اكتفيت غير بنص سيترو نص سيترو في كل مذاق ديال الكراميل، يعني هذا راه كافيني انا وافراد العائله ديالي. بغيتو ديروا اكثر كتقدروا ديروا يطرو يطرو وتضاعفوا المكونات كاملين. وكنحرك المكونات ديالي مزيان باش كينسجموا مع بعضياتهم باش كيتطلق لي داك الفلون داك الكاكاو وسط من هذا الحليب هذا، ومباشره فوق البوطه بنفس الطريقه، يعني كنبقى مقابله هكا فوق البوطه ما كنغفلش عليها البنات، كنبقى مقابلها بالتحريك حتى كيبدا يغلي ليا عاوتاني مزيان، كيبان ليا بدا كيغلي صافي وكنحيدو من فوق البوطه. هنا البنات كان عند بالي كنصور، سمحوا لي انا خويت الطبقه الثانيه فوق الطبقه الاولى وجيت غير باش نشرح لكم ان الطبقه الاولى كانت صافي قبطات لي راسها، يعني راه ولات شاده. خديت الطبقه الثانيه وبقيت كنخويها هكا غير بالمغرفه، يعني كنخوي شويه بشويه باش ما كيتخلطوش لي الطبقات مع بعضياتهم، وكتبقى كل طبقه معزوله على الثانيه. كنتمنى اختي الشرح يكون واضح حيت فعلا والله الا عرفتي مني لقيت راسي ما كنصورش، بقى فيا الحال وقلت ضروري نشرح لكم هذه المرحله. ما تجيوش تخويو الفلون كله مباشره هكا، يعني بالكاسرونه باش ما يتقبش لكم الفلون الاخر ويتخلطوا لكم مع بعضياتهم. خليت الفلون ديالي على جنب حتى كينزل منه هكا السخونيه، وكندخلو بطبيعه الحال الثلاجه باش يبرد مزيان. انا البنات الفلون راه كنت وجدته الصباح، يعني الفلون قد ما وجدتوه بكري وتخليوه يعني حتى يوصل لكم هكا الوقيته اللي تبغيو تقدموه كيكون احسن. دابا غادي نوجد واحد الشرموله باش غنصاوب معكم ان شاء الله واحد الطبق ديال الحوت اللي صدقوني البنات كيجي زوين بزاف. غندير معكم الحوت معمر بالشعريه الصينيه، ساهل اختي وسريع وداغي تقدري انك توجديه. هنا خديت واحد الكميه ديال القزبر ومعدنوس، انا طحنتهم غير في الهشوار، وكنزيد عليهم تقريبا قياس ديال واحد ربعه ديال الفصوص ديال الثومه. قلت غنوجد الشرموله هي الاولى حيت غنستعملها في كاع المكونات اللي غنحتاج في الوصفه. زدت شويه ديال الحامض مصير، الملحه اللي كتبقى دائما على حساب الذوق، وغادي نزيد العطريه. بالنسبه للتوابل اللي غادي ندير البنات، غادي ندير قياس ديال واحد المعلقه صغيره هكا ديال التحميره، نص معلقه صغيره ديال الابزار، غادي ندير قياس ديال واحد المعلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، وغادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال القزبر حبوب مطحون. صافي هذه هي العطريه اللي غنستعمل في هذه الشرموله هذه،
وغادي نزيد هكا عصير ديال واحد نص حامضه. حنا كنعرفوا اختي الحوت ضروري كيبغي شويه الحامض وشويه د الماء باش غادي نخلط الشرموله ديالي. صافي، وهالشرموله ديالي واجده. انا تعمدت انني نصاوبها هي الاولى حيت غادي نفرقها على جميع المكونات اللي غادي يكونوا معايا في هذه الوصفه هذه. غير تبعوا معايا اختي، راه وصفه زوينه وسهله اختي، داغي تقدروا تصاوبوها. هنا خديت واحد المقيله غادي ندير فيها هكا واحد البصله اللي قطعتها رقيقه، هكا قطعتها مربعات. غنزيد لها شويه ديال الزيت، الزيت غير القياس باش غادي نشحر، وغنرجع البصيله ديالي تشحر. ومباشره دابا غادي ناخذ الحوت اللي غادي ندير في هذا الطبق هذا. كل واحد كيدير النوع اللي كيرتاح ليه. انا خديت هكا هاد جوج حوتات هادو، كان الحجم ديالهم ما كبيرش بزاف، داكشي علاش درت جوج وحليتهم من الجهه ديال الظهر باش غادي نعمرهم. غادي ندير لهم شرموله، تقدروا البنات اي نوع كتفضلوا ديال الحوت ديروه. انا هذا كنظن وقيله قال لي الزوج ديالي سميتو الشرغو، المهم ما عرفتش بالضبط السميه ديالو. صافي، كنشرملو بهذه الطريقه، يعني ضروري كندخلو الشرموله مزيان وكنفلحو باش كتدخل فيه الشرموله مزيان، وكيجي الحوت ديالنا اختي بنين ومشرمل هو هذاك. صافي، كنديرلو الشرموله هكا من الداخل ومن برا حتى كنشرمل الحوت ديالي كامل. غادي نخليه على جنب وغادي نرجع باش نكمل معكم الوصفه. هنا خديت الشعريه الصينيه، هاد الشعريه هذه البنات ديال الرز، خديت هكا واحد المربع وكنزيد ليه المطايب باش كترطب لينا. غادي نخليها ترطب، ومباشره رجعت للهاشوار غادي ندير فيها ديك الشعريه من بعد ما درتها هكا تصفى من الماء. غادي نزيد معاها هكا شويه ديال الزيتون خضر مقطع، كتقدروا البنات تزيدوا حتى الشومبينيو، تقدروا تزيدوا الكروفيت، كتقدروا تزيدوا بزاف ديال الحويجات. انا اكتفيت غير بهاد المكونات باش تجي اختي الوصفه ديالنا اقتصاديه وسهله، وكل شيء يقدر يوجدها وراها سريعه البنات، داغي كتوجد. غادي نطحن هاد المكونات بحال اللي شفتوا، زدت شويه ديال الشرموله على الشعريه ديالنا باش حتى هي كتجي من السما. درت تقريبا قياس ديال واحد المعلقه كبيره ونص من الشرموله، وقطعتها هكا في الهاشوار هي وداك الزيتون باش بلا ما نبقى معذبه معاهم. والبصيله ديالنا هانتوما من بعد ما تشحرات كنزيد عليها هاد الشعريه هادي اللي درت لها الشرموله ودرت معاها الزيتون. وبحال اللي قلت لكم كتقدروا ديروا حتى شومبينيون واغ اولا شومبينيو طري العادي، كتقدروا تزيدوا معاها شويه الكروفيت اولا الكالامار، داكشي اللي كتفضلوا. انا اكتفيت بها غير هكا وجات البنات لذيذه بزاف. كنشحرها شويه مع ديك البصيله باش حتى هي كتجي من السما وكتجي زوينه، وكنزيد لها في الاخر شويه ديال الفرماج باش كتجي اختي بنينه الشعريه ديالنا. عرفتوا البنات كيجي فيها واحد المذاق ما تشبعوش منه، كتجي لذيذه. صافي، غير كنزيد الفرماج، كنطفي عليها البوطه، كنحرك فيها هذا الفرماج، وغنخليها على جنب بعد ما نوجدوا الصوص ديالنا فاش غنطيبوا هذا الحوت. خديت نيت الهاشوار وغادي ندير فيها قياس. انا غادي ندير واحد 3 ديال الحبات ديال المطيشه اللي نقيتهم ونقص ليهم هكا من ديك الزريعه. درت واحد نص حبه ديال البصله، ودرت الفلفله حمراء والفلفله خضراء، درت جوج حبات، وحده خضراء وحده حمراء، شويتهم من قبل. انا درتهم غير في الاير فراير، حيدت لهم القشره بطبيعه الحال والزريعه، وزدت على هذا الشيء الشرموله اللي بقات ليا. داكشي علاش قلت لكم وجدت الشرموله في الاول حيت كنت عارفه راسي غنحتاجها في جميع المراحل. صافي، وغنطحن هادشي مع بعضياتو. عرفتوا البنات كتجي واحد الصوص زوينه بزاف، داك المذاق ديال البصله والفلفله مشويه كيعطيوها واحد المذاق اللي هو لذيذ بزاف هاد الصوص هادي. انا غنطيب في هاد المقيله كيف ما تقدروا طيبوا البنات في الطاوه ديال الفران. انا تقريبا هاد المقله كتعطيني نفس النتيجه، وحتى هي الطياب ديالها البنات بنين، كتجي الطياب فيها زوين. صافي، خويت فيها هكا الصوص اللي وجدت انا وياكم، انا هاد الحوت هذا غنطيبو بلا خضيره. تقدروا البنات تزيدوا فيه خضيره مقطعه الا كنتو كتبغيو بحال هاد الاطباق هادي تكون داخله فيهم خضيره. صافي، الشعريه ديالنا من بعد ما بردات واحد شويه كنقسمها هكا على جوج باش كتجيني متساويه في الحوتات بجوج، وكنعمر هكا الحوت ديالنا. هانتوما صدقوني البنات كيجي واحد الطبق اللي هو لذيذ بزاف.
وغادي نحط مباشره هكا الحوت ديالنا من بعد ما كنعمرو كنحطو مباشره فوق ديك الصوص بلا ما كنشحرها ما حتى حاجه. صافي غادي نعمر حتى الحوته ديالي الثانيه وغادي نحطها حتى هي في المقيله. هانتوما بحال اللي قلت لكم راه تقدروا ديروا حتى الطاوه. صافي هانتوما ما كنزيد البنات لا ما لا حتى حاجه. مطيشره باقا غطلق لينا الماء حيت كنطيب انا هاد المقيله على المهل، زوقت هكا غير بطريفات ديال الحامض وكنزيد هكا شويه ديال زويته بلديه اولا زيت الزيتون. صافي كنسد على المقيله ديالي وغادي نحطها اختي فوق البوطه ان شاء الله باش طيب. هانتوما راه بحال اللي قلت لكم ما زدت لا ما لا حتى حاجه، هكا غادي نديرها راه ما كتاخذش لينا البنات حتى نص ساعه كامله كتكون طايبه. حنا كنعرفوا الحوت ما كياخذش وقت طويل باش يطيب. دابا دزت باش غنوجد معكم واحد العماره ديال المخيمرات، هذه عماره بارده وسريعه حتى هي البنات. هنا قطعت شويه ديال الخس، قطعت واحد البصيله صغيره اللي قطعتها رقيقه البنات بزاف، عندي شويه ديال الزيتون خضر حتى هو قطعته مزيان. كتقطعوه هكا في الهشوار البنات باش كيجيكم ساهل. صراحه راه الهشوار ولات مساهله علينا اختي هكا الماموريه. عندي واحد جوج حبات ديال خيزو هكا شويه متوسطين غادي نحكم هكا في الحكاكه. هاد العمارة البنات كتجي بنينة وسهلة من العمارات الباردين اللي كنعمرو بهم المخامر وكيتكالو البنات الصراحة كيجيو لدادين. صافي رجعت هنايا باش تكفاني هاد المول هذا. غادي نحك هكا شوية ديال كورنيشو، انا غادي ندير تقريبا واحد الخمسة هكا ديال الحبات ديال كورنيشو. هاد كورنيشو عندي ما حامضش بزاف داكشي علاش درت منه شوية بزايد، وحتى ديك الحموضه ديال الكورنيشو حتى هي كتعطي واحد الطيبه لهاد الحشوه هادي اللي هي زوينه بزاف. غادي ندير البيض مسلوق، المهم الكميه راه كل واحد غادي يدير الكميه اللي تكفاه. انا البنات هاد الكميه اللي درت راه عمرات لي ما شاء الله 20 مخيمره، ماشي صغيورين كاع راهم شويه متوسطين. درت خمسه د الحبات ديال البيض، المهم ما شاء الله راه بحال اللي قلت لكم راه خرجوا لي واحد الكميه اللي هي كثيره تبارك الله. تقدروا غير نص د الكميه راه تقدروا تكفاكم الا كنتو بطبيعه الحال غير عائله هكا اللي هما اللي هي صغيره. غادي نزيد حك ديال الطون اللي صفيته من الزيت والمايونيز. انا درت قياس ديال واحد 3 ديال المعالق ديال المايونيز حيت عندي العماره شويه كثيره، والاضافه البنات اللي كنضيف لهاد الحشوه وكتعطيها واحد اللذه رائعه هي صوص الجيريان. هانتوما البنات درت منها كقياس ديال واحد المعلقه كبيره، واخا البنات هي حاره ولكن يعني مع هاد المكونات راه ما عطاتش الحروره ولكن عطات واحد المذاق اللي هو زوين بزاف حيت انا ما كثرتش منها يعني بزاف حتى غتعطيني ديك الحروره ديالها. جات البنات هاد العماره خطيره بنينه بنينه بزاف. صافي وغندوز مباشره نعمر بها هكا مخيمرات. بالنسبه ليا البنات انا راه ما غندير لا صوص باش ندهن المخيمرات لا حتى حاجه حيت العماره ديالي فيها كلشي، يعني راه خلطت فيها الصوص مع العماره كلشي خلطته اختي مره واحده باش بلا ما نكثر عليا العذاب. وكتجي البنات غزاله هاد العماره. كنعمر هكا المخيمرات كندير لهم هكا شويه ديال الفرماج احمر محكوك، وها هما المخيمرات ديالنا واجدين. صدقوني البنات هاد العماره من الحشوات البارده اللي فعلا المذاق ديالها كيجي لذيذ بزاف. دابا غندوز نوجد معكم واحد البطيطه كتجي مشرمله غزاله البنات هاد البطاطا، وكتفكرني باختي الحبيبه الله يحفظها ليا يا ربي، تحيه لها من هاد الفيديو هي والصغيوره ديالي ريحان الله يحفظهم ليا يا ربي والله يخلي لكل واحد العائله ديالو. هي اللي كدير لنا هاد البطيطه وفعلا البنات كتجي لذيذه بزاف. المهم خديت بطاطا قشرتها وغسلتها، كنقطعها بهاد الطريقه يعني بحال كندخل الموس وكنهرسها باش كتقطع بطريقه عشوائيه. ها نتوما مهم هذه هي الطريقه باش كتصوبها اختي، وانا درت نفس الطريقه كان سبق لي وشاركتها معكم نيت من يد اختي، كنا صورنا مع انا وياها واحد الفيديو وبزاف اللي جربوها وعجباتهم بزاف. هي كتقليها في الزيت، انا غادي نقليها اختي في الاير فراير. رشيت عليها هكا شويه الزيت وغادي نقليها هكا في الاير فراير حتى تطيب ونكمل معاكم. غادي ندوز باش نوجد لها الشرموله ديالها. هنا كناخذ شويه ديال القزبر ومعدنوس مع شويه ديال الثومه. تقريبا البنات انا درت شي خمسه ديال البطاطات، درت جوج فصوص ديال الثومه وواحد شويه ديال القزبر ومعدنوس وكندقهم في المهراز. يعني في هاد البطاطا هادي من الاحسن انكم تدكوا داك القزبر ومعدنوس مع الثومه، زدت معاهم شويه ديال المليحه
مزيان باش كطلق لنا ديك الثومه المذاق ديالها. ومباشره كي كنحيدوا البطاطا ديالنا من الاير فراير اولا من الزيت الا قليتوها، كندير لها هاد القزبر ومعدنوس مع الثومه وهي سخونه باش بحال كتهرس لنا داك الجهد ديال الثومه شويه. زدت شويه ديال الهريسه، كل واحد يزيد الهريسه على حسب الذوق، والمايونيز صافي ما كنزيدوا لها حتى عطريه من غير هاد الشيء. وكتجي البنات واحد البطيطه بواحد النسمه لذيذه بزاف بزاف. هاد البطاطا فعلا اليوم كناكلو فيها وكنتفكروا في اختي الحبيبه الله يحفظها ليا يا ربي. دابا غادي نوجد معكم العصير. عصيرنا د اليوم غادي يكون اختي بالقرعه حمراء. خديت هكا القرعه حمراء، حيدت لها القشره وقطعتها هكا طريفات، درت معها شويه د الماء وغندير معها غير قياس ديال واحد المعلقه ديال السكر. حنا كنعرفوا القرعه كتكون ديجا هي حلوه، درتها باش تسلق. وبنفس الطريقه اختي العصير ديالنا الاقتصادي ديال ديما، عوض ما نعصروا الليمون وغنحتاجوا واحد الكميه اللي هي كثيره، ثلاثة د الليمونات وحامضه كيعطيونا ما شاء الله واحد الكميه اللي هي كثيره ديال العصير. وبطبيعه الحال دائما كنقشروا الليمون، كنتاكدوا ان ما كاينش فيها اختي العظيمات باش ما يمروش لينا، كنحيدوا له حتى هاد القشره البيضاء. صافي ها هما هنايا ثلاثه د الليمونات وحامضه اللي قشرتهم حيدت لهم العظيمات. كندير هكا شويه د الماء فاش غادي نطحن، وكنزيد القرعه اللي سلقت انا وياكم بداك الماء ديالها. حتى هاد العصير البنات كيجي زوين بزاف. وغادي نزيد واحد دانون بالمذاق ديال المونك، كيعطيه واحد اللذه. وهاد العصير البنات ملي كتشربوه ما كتحسوش نهائيا بالمذاق ديال القرعه، كتحسوا بحال كتشربوا عصير ديال المونك، كيجي زوين واقتصادي اختي. عوض ما انكم تعصروا كميه كثيره ديال الليمون، هذا راه كيبقى اقتصادي. دابا رجعت معكم للفلون. هنا البنات الفلون بحال اللي قلت لكم راه ما صباح وهو في الثلاجه، كنحاول هكا نضغط عليه غير بصبعي في دوك الحفيرات باش كيهبط ليا بسهوله ملي كنبغي نقلبو في المول. هانتوما راهي كنحاول هكا غير بصبعي كنضغط عليه شويه. وغادي نقلبو مباشره هكا في صحن التقديم. ودائما الطبيصيل فاش غادي تحطوا الفلون يكونوا عنده هكا شويه جنيبات باش ما كيسيحش لكم الكراميل. هانتوما انا كنرفضو هكا شويه باش كينزل بسهوله. وها هو اختي الفلون ديالنا، يا سلام. فالمهم غيبان لكم الفلون ديالي، انا راه ما درتش واحد الفلون اللي هو عالي، حيت درت غير السيترون السيترو د الحليب. بغيتو واحد الفلون اللي يجي عالي كتر، كتقدروا بحال اللي قلت لكم تضاعفوا المكونات. انا راه ما شاء الله هذا راه كفانا وشاط انا والعائله ديالي. غادي نقطع واحد الطريف باش تشوفوا هكا الشكل ديال الفلون ديالنا. من بعد ما كنقطعوا كيجي البنات واحد الفلون اللي هو كريمي غزال بزاف. الا بغيتوا البنات حتى ديك الطبقه الشكلاط تزيدوا فيها حتى هي الكريمه راه ممكن. انا اكتفيت بالكريمه غير في الطبقه اللي كانت بالكراميل، حتى الكريمه كتعطيه واحد المذاق اللي هو مميز. بغيتوا ما ديروهاش راه كتقدروا تكتفيوا غير بالحليب. والطبق ديالنا اختي ديال الحوت اللي عمرناه بالشعريه الصينيه، تا هو ها هو وجد، تا هو البنات جديد بزاف بزاف. ديك الشعريه كتعطيه واحد المذاق وكيجي هاد الطبق اختي هكا زوين. نوعوا به في الطاولات ديالنا. زينتو هكا بشويه ديال الزيتون احمر. كنتمنى اختي الطبق ديال اليوم حتى هو ينال الاعجاب ديالكم. تجربوا الوصفات، اي وصفه كنعطيها لكم وديما كنقولها لكم البنات الا وناجحه حويجات اللي كنطيب في دويرتي كنتقاسمهم معاكم. والمخيمرات ديالنا اللي عمرناهم بديك الحشوه بارده، حشوه بالبيض والطون وبحال اللي شفتوا هكا شويه ديال الخضار، كتجي حتى هي مميزه البنات هاد الحشوه. وديك الاضافه ديال ديك صوص الجيريان مع المايونيز وداك الكورنيشو بصيله كيعطيونا واحد المزيج وواحد المذاق اللي هو زوين بزاف. والبطيطه ديالنا اللي شرمناها هكا بالثومه والقزبور والهريسه والمايونيز كتجي البنات لذيذه بزاف هاد البطيطه هادي. انا بحكم انني يعني المقيله ديالنا د الحوت ما درتش فيها كاع الخضار، قلت علاش لا ما نديرش هكا هاد البطيطه مشرمله باش نرافقها معاها. العصير ديالنا ديال القرعه بالمذاق اختي ديال المونك تيجي زوين بزاف. هانتوما كيجي خاطر ما شاء الله. المهم دائما السكر والماء كيبقاو على حسب الاختوريه كيفاش بغيتوهم نتوما. وزدت معاهم اختي تاع عصير ديال الحامض والتفاح اللي سبق لي وشاركته معكم في الفيديو اللي قبل من هذا، حيت فعلا اختي عجبهم بزاف. لقاني مول الدار درت هذا العصير ديال القرعه وقال لي اختي زيدينا حتى العصير ديال الحامض وزدت لهم ماشي مشكل. فكنتمنى ان شاء الله الوصفات اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. الله يقدرني باش نكون دائما عند حسن ظنكم. وهنا الزوينات ديالي غنقول لكم السلام عليكم.
نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد وافكار جديدة.